بداية طبعا الوضع الاقتصادي المر به جميع ومش خافي على حد كنا نشوف فيه، اضطر الشباب يعني مختلف اعمارهم عملية البيع سواء في رمضان او قبل رمضان او بعد رمضان، يعني تشوف فيه مسوق الحوت، خبزة التنور مثلا، العصائر اللي المساعدة اولياء الامر عندهم والمشاركة في مصروف البيت. كما نعرف نحن ان حاليا غلاء الاسعار كبير جدا، يعني نقول حتى المرتبة حاليا 1500 2000 دينار مش يضحك، الاسعار عالية جدا، اقتصاد نحس فيه يعني بصراحة يعني متدني. نأمل من جهات ذات اختصاص المراعاة هذه الامور والنظر في هؤلاء العائلات والشباب، ونتمنى نتمنى من الجميع ان النظر في القوت الشعب الليبي، يعني الشعب الليبي نشوف فيه قاعد نشوف المعاناه اللي يعني فيها الان، يعني انا المنظر بتاع سوق الحوت هذا يعني شباب بارك الله فيهم، يعني رزق بالحلال، يعني ما شاء الله عليهم وربي ان شاء الله يكثر منهم وبارك الله فيكم ان شاء الله.